وفي فقرتنا دي هنتكلم عن حاجة انت بتشوفها دايما، دي الشماعة اللي بتتجاب اي ازمة اي مشكلة استدعي فكرة الرعاية. يا جماعة يمكن القصة كلها قائمة على فهم البعض للمشكلة اصلا جاية من سبب ايه. يعني انت طول ما انت عندك غياب لتقييم الحاجة صح عمرك ما هتوصل لنتيجة صح. يعني لو انت المقدمات عندك غلط مستحيل توصل لاستنتاج صح. ده ألف ب في علم المنطق لما تيجي كده تذاكر بديهيات وبدايات المنطق. البعض بيعتقد ان فكرة الرعاية وكأنها منحة حكومية، وكأن بنصحى الصبح نوزع او المسؤولين او الاتحاد او الشركات الحكومية مفترض توزع حاجة بين الأندية، فمفترض تكون المنحة دي او الدعم ده بالتساوي. الناس مش قادرة تدرك ان ده قطاع خاص قائم على فكرة الربح والخسارة، قائم على فكرة العوائد والريفينيو اللي بتدخلي من المؤسسة دي ايه، قائد على ألف ب براندنج. لما تيجي تقرأ كده ازاي تعمل براندنج هتلاقي حاجتين، الفاليو والايدنتيتي، الهوية والقيمة اللي انت بتروح لها. محدش بيحب لهوية انه يروح لحاجة بتدي فاليو ان هو طول الوقت خسران. محدش بيحب يربط علامته التجارية بايدنتيتي بيكون فيها مشاكل وإساءات وتطاول وحاجات كتيرة جدا. ده حاولنا نتكلم فيه كتير ولكن البعض مش عايز يفهم، وعشان البعض مش عايز يفهم هتفضل تلاقي نوعية الفيديوهات ونوعية التصريحات اللي هتشوفوها معانا في الفيديو ده. أنا بقولك مفيش عدالة في الكورة في مصر. لو في عدالة في الكورة لا الموضوع هيروح بالنسبة للزمالك في حتة بعيدة قوي. حقق العدالة لنادي الزمالك ودور على أي فرقة تاخد أي مركز بعيد عن الزمالك. ده خلاصة الكلام. طيب أنا عايز أرد هتقول لي مال ده ومال إفريقيا. لا أنا هرد عليك برد الأهلاوي. إن أنا ما أنا لازم إن أنا أرد برد الغائب يعني. النهاردة الناس الأهلاوية لما بتقول الكلام ده أو في جمهور كتير بيقول لك الكلام ده بيقول لك إن المشاكل جاية من عندك. انت اللي عندك المشاكل، انت اللي بتسمح لاي حد ان هو يتدخل في شؤونك وان هو يمشي مجالس ادارات وان هو يحل مجالس ادارات وان هو يعين لجان معينه، المشاكل بتبدا من عندك. طيب حلو حلو قوي ردودي على ايه على الكلام ده. هو السنه اللي فاتت واللي قبليها مين بطل الدوري؟ الزمالك. الرعايه بتاعته قد ايه؟ الرعايه بتاعته اقل بكتير من الاهلي. ازاي؟ الردود اقول لك ردود لان ده دوري كاعلام يعني. الردود ان انت مش مساعد البراندز او العلامات التجاريه او الشركات ان هي تتشجع ان هي تخش تستثمر معاك وان هي يعني تحط اسمها معاك بسبب الخروج عن النص اللي موجود وبسبب بعض الالفاظ اللي بتتقال على قناه النادي اللي هي النافذه الرسميه الاعلاميه الرسميه للنادي. فانا اتكلمت مع على فكره مع المسؤولين في المتحده وهم كلهم اصدقاء اعزاء وانا بقول لك ان دي ردودهم. وانا عايزك برضو تقول لي انا سعيد جدا بالحوار اللي ما بيني وما بينك ده لان انا بطرح عليهم الكلام اللي انت بتقوله بس انا هنا برد لك. مهم ان جمهور مصر كله طيب ماشي. الردود ان انت عندك ماشي ماشي. عندك مقبول ماشي مقبول وموافق عليه. طيب هل ينفع احسن لعيب في مصر ما تعملوش اعلان؟ منطق اللي هو زيزو مثلا. هل ينفع احسن سيرد باك احسن باك ليفت في افريقيا ما تعملوش اعلان؟ فتوح ده كابتن علي ماهر الاسبوع اللي فات بيقول لك حسين السيد احسن من فتوح. دي وجهه نظر احترمها واقدرها. ماشي يعني انا وجهه نظري ان فتوح احسن باك ليفت في افريقيا. تمام ده وجهه نظري. دلوقتي الطريقه اللي ماشيه بيها ال عدم الاستقرار الاول ثم بعد كده الطريقه الاسلوب بتاع النافذه الرسميه الاعلاميه للنادي مع الاحترام الكبير لكل الشخصيات اللي موجوده، في ناس شغاله كويس جدا وفي ناس يعني ايه بتتجه لاسلوب انا في رايي ان الزمالك يستحق افضل من ذلك. حقيقي. بكل صراحه حقيقي. يعني في ناس شغاله كويس جدا وكل حاجه لكن ده دي قناه نادي الزمالك فتيجي يقول لك ان انا المعلن مش عايز يقرن اسمه او يحط اسمه في حاجه او في محتوى هو شايف ان هو مش في نفس مستوى المنتج بتاعه. اول مره من فتره طويله جدا كابتن احمد حسام ميدو يرد الردود العلميه والعمليه واللي اي منطق مفترض يقولها. اول مره اسمعه ويمكن الكلام ده ما جاش على لسانه هو، جاء على لسان الناس المسؤولين في ملفات الرعايه ومش مسؤولين بمعنى ان هم بيمنحوا او يمنعوا وده برضه فهم خاطئ.
هم بيديروا التعامل والعلاقة بين الشركات الخاصة والأندية اللي الشركات الخاصة دي عايزة ترعاها. يعني هو مش بيقنعهم يرعوا أو ما يرعوش، لأن الأمر مش في إيدهم، هو بيجي لي الشركة الخاصة اللي عايزة ترعى، فهو بيعمل اللينك بينها وبين النادي وفقا للأطر القانونية المنظمة. فهنا هو بينقل فيجن ورؤية. لما دايما بقول إن كابتن أحمد حسام ميدو بقاله فترة بيتكلم كلام ما فيهوش فيجن، كان دايما بيحاول يظهر بشكل عملي وان هو عنده افكار وعمليه وتسويقيه وبتاع. لا، في الكلام ده المره دي هو اتكلم الكلام التسويقي. ليه؟ لان هو سمعه من ناس مختصين. كابتن طارق السيد نفس القصه، اللي هو ايه؟ يا جماعه هذا الفكر اللي احنا بنتوارثه. ده اللي اجيال ورا اجيال عايشين على حلمنا، ايه حلمنا؟ اللي احنا يكون عندنا فكره الرعايه اللي زي النادي الاهلي. وبدايه كلمته العداله، لا هو مش مفترض العداله معناها ان انا اساوي بين الانديه ولا اقرب منهم. انت وقدرتك يا جماعه الف ب، لما تيجي تقرا عن فكره القطاع الخاص والانديه اللي بتتعامل بحقوق تسويقيه خاصه، انت وقدرتك في السوق، انت وقيمتك عند المعلن، انت وقيمتك عند اللي عايز يسوق لعلامته التجاريه. الموضوع لا تدخل فيه من اتحاد كوره ولا من شركات حكوميه ولا من اي مسوق او غيره. الموضوع انت علامتك التجاريه ايه. الكلام اللي اخيرا اتقالك، انا عايز اربط علامتي التجاريه مع مين، انا عايز البراند بتاعي لما اجي البراند ده اوجد له الايدنتيتي واوجد له الفاليو هوجدهم على صدر مين، هوجدهم على التيشيرت بتاع مين، هوجدهم على المؤسسة اللي عاملة ازاي. ونفس السؤال البديهي اللي بشوفه مضحك جدا، اللي هو ايه؟ هو احنا مش خدنا دوري السنة اللي فاتت؟ طب ما انت ما خدتش افريقيا من 23 سنة. طب ما انت تاريخك كله عند اي معلن لما حضرتك بيجي يعمل بريزنتيشن كده عشان يقيم او ستاتس او دراسات، هيلاقي سؤال واضح جدا، هو انت في تاريخك اساسا كم مرة خدت اكتر من دوريين ورا بعض؟ مفيش. فاحتمالية تتويجك بالدوري التالت على التوالي صفرية. كل ده بيجي في دماغ المعلن، دي عوامل جت في دماغك؟ لا، واوجعك اكتر بقى، لان انت قلت زيزو افضل لاعب في مصر ما بيعملش اعلانات. وزيزو ده لو في النادي الاهلي هيعمل اعلانات. عارف ليه؟ لان نفس الفكرة. طيب، حاجة مهمة جدا والناس ما بتصارحش نفسها بيها، وانا بقول بالاسم اهو، هو مش كان عندك عضو مجلس إدارة رجل أعمال ناجح وليه اسمه؟ وطبعا من ناس رجال الاعمال الشاطرين جدا، وهو الاستاذ هاني برزي، وعنده شركات لها قيمتها في السوق المصري في سوق الاعلان وفي سوق الرعايه، وراجل زملكاوي كان موجود في لجنه معينه. اهو سيبك من الاهلي خالص وسيبك من الشركات اللي انت بتتكلم فيها خالص، ليه ما فكرش يرعاك؟ ليه ما فكرش يجيب حد من اللعيبه يعمل له اعلان حاليا؟ ليه ما فكرش يحط المنتج بتاعه على التيشيرت بتاعك؟ جاوب، لو جاوبت ممكن تفهم. لا، هو ليه ما استمرش؟ لان هو عمل يعني ده هو في لجنه معينه، انا بتكلم دلوقتي والراجل بره كشركه، مفيش فكره وين وين سيتويشن حاليا. لكن طبعًا هو في المجلس كان ما هو طبيعي. كان الموضوع، لكن هي القصه كلها باختصار شديد ان دايما وابدا هتلاقي ان هم عارفين الواقع والحقيقه عارفينها كويس قوي، وعارفين القيمه الشرائيه للنادي الاهلي، وعارفين اسم النادي الاهلي ازاي، وان القصه في الرعايه مش مرتبطه فقط لا غير بالبطولات. بدليل مانشستر يونايتد الانجليزي اخر دوري خده موسم 2012 2013 صدر التيشيرت بتاعه 90 مليون جنيه استرليني. مانشستر سيتي بطل الدوري 5 مرات اخر 6 مواسم، بطل دوري ابطال اوروبا، بطل السوبر الاوروبي، التيشيرت بتاعه او صدر التيشيرت بتاعه متباع ب 65 مليون استرليني. ده معناه ايه؟ ان الموضوع مش متعلق فقط لا غير ببطوله، ده فريق بقاله 10 سنين افضل مركز ليه بياخده هو وصيف الدوري، وفريق اخر بقاله 6 سنين واخد 5 دوريات واخد دوري ابطال اوروبا واخد سوبر اوروبي وداخل كاس العالم للانديه. فانت بتتكلم وعنده نجوم من نجوم العالم، فانت بتتكلم عن ايه؟ ان القصه مجموعه من العوامل كلها جنب بعضها شعبيه، واعتقد الشعبيه تتضح بشكل واضح جدا في تصويت الرابطه لما بيتعمل على جائزه افضل لاعب. القصه بتوصل للنادي الاهلي، لاعب النادي الاهلي 90%. طب لو لاعب من انديه اخرى داخل والاهلي مش موجود، فهتلاقي جميع النادي الاهلي بتقول روح للاعب من نادي مختلف تماما ضد نادي اخر. حتى لو انت زيفت النتيجه او زورت النتيجه، القصه واضحه امام
الناس 90% تقريبا تصويت النادي الاهلي، لو حطيت النادي الاهلي في اي تصويت جماهيري النادي الاهلي رقم واحد بمسافه كبيره جدا عن رقم اتنين. طب تعالى لقصه هو مش زيزو افضل لاعب وفتوح من مش افضل لاعب، دي وجهه نظرك، لانه لما قال لك ياسين السيد من وجهه نظر اخرين فانت حكمت من وجهه نظرك. طب خليني انا اؤكد على وجهه نظرك، انت شايف ان فتوح افضل لاعب في افريقيا باك شمال، هو مين اللي اتهم فتوح بالتعاطي والهروب من المباراه؟ انا بقى كمعلم اروح اجيب فتوح المتهم من مسؤول ناديه اقول له تعالى اعمل لي اعلان لمنتج؟ اعتقد المنتجات دي ما بيتعملهاش اعلانات. فقبل ما تلوم ليه الشركه ما راحتش لفتوح، اسال هو اصلا مين اللي شوه سمعه فتوح؟ هو مين اللي اضر بسمعه فتوح؟ طب ما زيزو ما تعملوش كده، بس انت تضمن منين لو زيزو اختلف ما يطلعش يتقال على زيزو كلام تاني؟ فبالتالي القصه مش مضمونه، والاسئله اللي سالها ميدو للمسؤولين في الشركه المتحده دي اجابات واضحه جدا، اجابات حقيقيه على ارض الواقع. مفيش حد هيغامر ان هو ممكن يختلف اي اختلاف في اي بند من بنود التعاقد مع نادي فيلاقي نفسه بالليل بيتم التشهير بيه بمنتجه ويضر باسم منتجه. ما اقدرش اعمل ده، ما اقدرش. عشان كده المنتمين لنادي الزمالك نفسهم مش قادرين يعملوا ده، مش قادرين يعملوا ده. طب انت عشان توصل لده ايه؟ لا انت مش هتوصل لنادي الاهلي. وللاسف للاسف احنا نتوارث افكار سلبيه وفكره ان احنا قطبي كره القدم المصريه، ده مش حقيقي. احنا لازم نتعامل ان نوجه الناس ونتكلم مع الناس من خلال ارقام وتاريخ، لكن فكره ان انا زي النادي الاهلي مش حقيقي، لان لا انت في حجم الشعبيه زيك زي النادي الاهلي، ولا في حجم البطولات زيك زي النادي الاهلي، ومفيش بطوله تقدر تقارن بينك وبين النادي الاهلي سواء انتهت زي السلطان حسين او دوري القاهره او مستمره وتلاقي نفسك على مقربه من النادي الاهلي، باستثناء بطوله كاس مصر اللي وانت قريب من النادي الاهلي محتاجين النادي الاهلي يقفل على البطوله دي 10 مواسم كامله وانت تلعب لوحدك 10 مواسم كامله عشان تتساوى مع النادي الاهلي. فليه اكون دايما باصص ان في قطبيه كره مصريه؟ احنا وضعنا مختلف، مش ريال مدريد وبرشلونه يا جماعه، احنا اقرب تشبيه لينا كدوري بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند، ده اقرب تشبيه للدوري المصري والفرق والدوريات الكبرى، الدوري الالماني البوندسليغا. لكن المشكله دايما ان انت غزيت باعلام منتمي بوضوح لنادي الزمالك رحمه الله عليهم ان عندنا قطبيه كره القدم المصريه، ان الاهلي والزمالك والزمالك والاهلي. لا الحقيقه مش كده، الحقيقه بتقول مش كده، لا شعبيه بتقول كده ولا ارقام بتقول كده ولا تاريخ بيقول كده ولا بطولات بتقول كده. ولو عندك حاجه بتاكد ان كلامنا ده مغلوط قول، اطلع قول. ميدو جه في وقت من الاوقات قال انا عايز اعمل دراسه كده واعمل شريحه كبيره جدا توضح لي قد ايه شعبيه الانديه في مصر وشعبيه الاهلي والزمالك. طب ما تعمل اي استفتاء عندك على اكونتك الشخصي عندك انت، مش انت زملكاوي ومتابعك زملكاوي، اعمل انت استفتاء عندك وانت تعرف النسبه كام. مش هقول لك ادخل كل يوم على استفتاء الرابطه وانت تعرف النسبه كام،